مثال هنا بالنسبة للمصلحة اللي شغالة حاليا في مصر، اللي هي بطاقة هيا بتتباع في مصر ب 5000 جنيه، وبتقطع تذكرة طيارة وبتيجي هنا قطر، وفي مصر هيقول لك ان شاء الله هتحصل شغل، بس روح هناك ودور ان شاء الله هتلاقي. فقبل ما تصرف فلوسك وتتعب نفسك، حابب اقول لك الحقيقة من دلوقتي علشان ما تصرفش في الفاضي. مبدئيا بطاقة هيا بتسيبك قاعد هنا في قطر لحد شهر 1 2024، يعني احنا حاليا في شهر 8، هتقعد 9 و10 و11 و12 و1 خمس شهور، وبعد الخمس شهور المفروض ان انت تمشي. مبدئيا في الخمس شهور دول صعب ان انت تلاقي تأشيرة، لان التأشيرات لحد وقتنا هذا لسه متوقفة. طيب انت مثلا مفكر انت تيجي تشتغل خمس شهور دول وتنزل، حابب اقول لك ان انت عشان تشتغل الموضوع هنا صعب. هنا في رقابة تقريبا على كل حاجة، يوميا في تفتيشات، اي حد هيخاف يشغل واحد معهوش اقامة لانه بيدفع غرامة 50,000 ريال، والعامل اللي بيتمسك بيدفع 10,000 ريال وبترحل. 50,000 ريال دول بما يعادل مصري 500,000 جنيه، فمحدش هيغامر وهيشغل حد على بطاقة هيا علشان يأذي نفسه. صدقني مش بحبطك وعايز مصلحتك ونفسي تيجي وتشتغل وربنا يكرمك ويوسع عليك، بس مش عايزك تبيع اللي وراك واللي قدامك وتجيب القرشين وتيجي هنا عشان تدور على شغل وفي الاخر يضحك عليك وترجع يا مولاي كما خلقتني. بالعكس ده انت هترجع مديون من البدايه. يا جماعه الناس اللي بتيجي على هيا انا شفت بعيني ناس جت وقعدت شهر كامل نايمه في السكن وروحت. السكن هنا غالي غالي لما تحسبها بالمصري. السكن هنا مثلا لو قلنا للشخص ب 500 ريال، مش هقول لك ب 1000 ولا ب 1500، ب 500 ريال يبقى ب 5000 جنيه مصري في الشهر، ومفيش شغل. لو في شغل انا اخويا جاي على بطاقه هيا بقاله 3 شهور حاليا قاعد معايا، يعني لو في شغل انا كنت شغلته، لو في تاشيرات كنت شفت له تاشيره. فيا جماعه ما تخلوش حد يضحك عليكم عشان ما تجوش وتصرفوا فلوسكم وفي الاخر ترجعوا تندموا. لما التأشيرات تفتح تعالوا على تأشيرة واشتغلوا وربنا يرزقكم ويوسع عليكم بإذن الله، إنما بلاش بطاقة هيا على شغل، وبلاش مكتب يضحك عليك ويقول لك خدها بس وروح هناك ودور على شغل وبإذن الله هتلاقي والكلام ده، عشان محدش هيرضى يشغلك، الناس هتخاف، الغرامات هنا مرتفعة، أنت نفسك لو اتمسكت مش هيبقى معاك 10,000 ريال تدفعهم علشان تطلع. فصدقني إن أنا بنصحك عشان ما تجيش هنا زي ناس كتير وتخسر فلوسك وترجع تاني يا مولاي كما خلقتني، وأتمنى يكون المعنى وصل لك وتبقى فاهم ان انا عايز مصلحتك، انا مش عايز منك حاجة غير مصلحتك، مش عايز يضحك عليك وبس كده يا صاحبي، واشوفك على خير الفيديو الجاي.